سارة كلمتنا على فاشن تايم تشتكي من أسنانها، بتقول إنها مرة unhealthy ووحشة وما هي عارفة إيش تعمل، فبعتناها على one of the best clinics في دبي تعمل لها total makeover في أسنانها. فشوفي معنا كيف طلع، لأنه ما حتصدق. أنا رسلت فاشن تايم والنهاردة زرت دكتور ويليام، حاسة إني excited لأني كنت كره أسناني قوي وكره الفراغات اللي ما بينهم. كيف فينا نخدمك سارة؟ أنا من حوالي كذا سنة عملت تقويم لأن عندي فراغات كتير في أسناني وحجمها صغير، بحسها قوي دايما صغيرة قوي نونو كده، فما بتبانش وأنا بضحك أو أنا بتكلم. ناخد صور وخليني أفحصك ونشوف شو عندك بالضبط وبعطيك الحل المناسب لك إن شاء الله. أوكي. النهاردة ريحني قوي لما قال لي إنه السنان الصغيرة اللي في ما بينهم مسافات بتكون خامة بيرفكت لفينير أو التحول في السنان. وشو جاهزة اليوم؟ متحمسة قوي من ساعتها وأنا مش قادرة أستنى يعني. إن شاء الله خير. مش مصدقة بصراحة، أنا مش مصدقة يعني، هبدأ أضحك على طول. مبسوطة قوي.